أنا محمد حواشير من المخيم، من سجن مجد روح، من سجن مجد لسجن أوفر روح. في لما بقوا يفوتوا كمعات، وفي ناحية أكل، من ناحية أواعي أخذوا منهم الأواعي، والحرامات مثلا بس حرام ركيك بجيبوا لنا إياه بالليل نموت سكعة. وفي الأكل من ناحية أكل بقوا يجيبوا لنا مثلا خبز كليل يكللوا أكل، مثلا صحنين رز لسبع شباب بالغرفة. في مشاكل يعني من ناحية بغلطوا بالحكي، وفي ظروف يعني صعبة. ومش أنا لحالي، الكل في يعني من ناحية أكل الأواعي تعونا كبوهن ذول، مثلا في المرضى من ناحية المرضى والمصابين، في أكمل شبك عنا بالكسم مثلا نادينه الحفيش من كله، الكل يجيب لنا الحفيش بتأخروا بيجي لك مثلا الحفيش بزيت له مثلا يبقى ميت متوفي متصوب، اللي يبقى مفزر رصاص بمئته يبقى آخر شي بنطي حبة أكمل. مثلا بيجي الحفيش مثلا في مثلا واحد عمره 20 كبنه او ايش ابصر هيك يعني بعمار عمر يعني شاب، باكين فاتحين راسه من هين لهين فاتحين راسه يعني بدوهمش، مثلا هداك بده يكتبوا له راسه كتب، لا حلقوا له راسه ولا حلقوا له شيء على الدبابيس بشعره كتبوا له اياهن يعني.